فإن نظرت للسماوات العلا وما بها من الشيات والحلا وسقفها المرفوع من غير عمد والنيرات المشعرات بالأمد وما حوته الأرض والبحار أبصرت ما فيه النهى تحار هذا وما قد غاب عنا أكثر من العجائب التي لا تنكر فهل ترى الفعل بغير فاعل أم هل ترى الجعل بغير جاعل كلا فقد أفصحت الأكوان عن فعل رب ما له أعوان من سبحت بحمده الأملاك وأذعنت لقهره الأفلاك وسبحت بحمده الأملاك وأشرقت بنوره الأحلاك